شاهدوا معي أعزائي المشاهدين عرضا نادرا يصور لحظة نزع الروح لرجل، ولكنه يصور بالأشعة التي تبين أماكن الحرارة والبرودة، وهو تصوير حقيقي حقيقي. انتبهوا معي إلى هذا العرض. هذا ليس تصويرا للروح، فالروح من أمر ربي إخواني. هذا فقط يعني يبين كيف تذهب الحرارة من جسم الإنسان، بداية بالساق تتلاشى إلى بقية الجسد إلى أن تخرج الروح تماما، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. والتراقي جمع ترقوة، هي العظام اللي بين النحر والكتف. وقيل من راق، يعني يقول الإنسان هل من طبيب شاف. لاحظوا كيف تخرج الحرارة شيئا فشيئا، كما أن الروح تخرج شيئا فشيئا. وظن أنها الفراق والتفت الساق بالساق، يقول حسن البصري: أي ماتت رجلاه فلم تحملها إلى ربك يوم أذن المساق. هذا الشخص الحقيقي الآن يحتضر، يعني الآن هذا تخرج روحه حقيقة. لاحظوا كيف تذهب الحرارة شيئا فشيئا إلى أن تخرج تماما. وهذه العملية أجرت تحت تصوير دقيق.